تعتبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أهم القطاعات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين وهي على تماس مباشر معهم. مهمة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإطار العام هي حماية المستهلك من خلال جهاز الرقابة التموينية اللي هو رئيس دائرة حماية المستهلك. فمهمة هذا الجهاز هو ضبط الأسواق بشكل عام، منع التلاعب بالأسعار، منع الجشع، منع الاحتكار، ووضع آلية لضبط السوق بشكل عام. لدينا 24 دورية يوميا في المدينة وشعب المناطق التابعة لمديرية التجارة الداخلية. هناك أربع شعب تموينية في المحافظة تابعة للمركز المديني، هي مركز جبلي والقرداحة والحفة والمنطقة. ويوميا لدينا دوريات نوعية متخصصة، منها لسحب عينات غذائية وسحب عينات غير غذائية، ليتبين لدينا من خلال العينة المسحوبة إذا كان هناك تلاعب بالنوعية أو ببطاقة المواصفات أو بنوعية هذه المادة. ولدينا عدد كبير من الضبوط المتعلقة بالغش سواء في مادة اللبنة أو الحليب أو الجبنة أو غيرها من المواد الغذائية الأساسية. فيوميا هناك دوريتان، دورية خاصة للعينات غير غذائية والعينات الغذائية. بالإضافة إلى أن المدينة لدينا مقسمة إلى أربع قطاعات، قطاع ألف، قطاع ب، قطاع جيم، وقطاع دال. وكل قطاع هناك دورية مؤلفة من خمس أشخاص على الخمس عناصر على الأقل. مهمة هذه الدورية تكون شاملة لكل الفعاليات الموجودة بهذا القطاع. فيوميا ترد لدينا تقرير شامل عن نشاط هذه الدورية من خلال المخالفات، وخاصة هناك أكثر المخالفات عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد. عندما تتعزز الثقة بين المواطن وبين المديرية نكشف الكثير من الأخطاء ومن الخلل ومن الارتكابات في السوق. لا. طبعا العقوبات هناك ضبط ينظم، في منه غرامة مثلا 10,000 ليرة، في منه إغلاق محل. البارحة تم إغلاق محل هناك تلاعب بنوعية المادة الفعالة بالمنظفة، تم إغلاقه أسبوع. طبعا تم إغلاقه بعد موافقة السيد المحافظ. من فترة قصيرة أيضا تم إغلاق محل لبيع مادة اللبنة، وكان هناك غش بنوعية